كيف بتنحف البطن والأرداف؟ جايب لكم تمارين بالبيت وصدقوني خلال أسبوع هتلاقي الفرق لو طبقتها مزبوط. ما حطول عليكم، خلينا نفوت بالموضوع. أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة، حورجيكم التمارين هلأ بالبيت. لازم تعمل كل حركة حورجيكيها تعمل منها 4 عدات، وبين العدة والعدة تريح بس 20 ثانية، وتعمل التمارين بدون رياحة أبدا، يعني التمارين كلياتها ورا بعض لحتى تخلص، يعني كلياتها ما حتاكل منك ربع ساعة، بس هتحس حالك عن جد بالفرق. واكتب لي بالتعليقات شو حسيت، ولو طبقت هالحركات لمدة أسبوع شو صار معك. وطبعا هذا الشيء زائد رح لو شفت فيه إقبال على هذا الفيديو رح أعمل بالفيديوهات القادمة عن الغذاء، لأنه مثل ما بتعرفوا تمارين بدون غذاء ما حتستفيد شيء. فالمهم فيكم نحن بنستمر بدعمك لصفحتي، بحسسني إنه أنا لازم أعطي أكتر ما عندي. فدعمنا، سبسكرايب، لايك، كومنت، شير، حكيني على الانستغرام أو على الكومنتات تحت. خلينا نفوت بالتمارين. هذا التمرين لازم ما تحرك رجليك، بس تحرك تحط إيديك على صدرك، تطلع هيك، تعمل 20 عدة. التمرين ايديك تحت الخلفية تبعك، تطلع برجليك لفوق، تنزل هيك، رجليك ما بدقوا بالارض، بضلوا فوق هيك 20 عدة. ولازم راسك على طول بجهة نفس العمود الفقري. حاول تركز على البطن انه عم يتمرن او لا. هذا التمرين الخصر، كل يمين شمال 1 هيك 20 عدة. ولو عندك وزن بالبيت بكون كتير منيح. هذا التمرين للبطن هيك، تعمل 20 ثانية، بتضل واقف هيك 20 ثانية، بتشد البطن، بتحاول تضل مستقيم، بعدين بتريح 20 ثانية، بتعمل 4 عدات. هذا التمرين، يا رب يكون عجبكم التمارين هلا. لو عندكم أي موضوع مهم مثل ما قلت لكم، اكتبوا لي بالتعليقات، رح شوف أكثر موضوع العالم كررته بالكومنتات، رح أعمله بالفيديوهات القادمة إن شاء الله. ومثل ما قلت لكم بعيد بكرر كلامي، إنه أنتم لما بتدعموني تشجعوني انه انا استمر، وفيكن انا بكبر، وان شاء الله تضلوا بخير وتصبحوا على الف خير. السلام عليكم.